بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 43 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 66 بعد 740,000، قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة الغداء هي صلاة الفجر الصبح، بغلس يعني في أول وقتها، والغلس هو ظلمة آخر الليل، ما قبل الإسفار يسمى غلس، والإسفار ما قبل الشروق، ضوء النهار قبل الشروق يسمى إسفار. يبقى صلوا صلاة الغداة بغلس، أي في أول وقتها، وقت الظلمة قبل الإسفار. فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، يعني أنس بن مالك كان رديف أبي طلحة زوج أمه، يعني يركب خلفه، وكان مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، والزقاق هو الشارع الضيق، الشارع الضيق سموه زقاق، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. من شدة ضيق الشارع بقى إيه؟ النبي راكب يسير وابو طلحه يسير، فالتصق ببعض لان الزقاق ضيق، فالتصقت ايه ركبه انس بن مالك بفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على وهو راكب بجواره. وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، الازار انحسر عفوا بسبب الزحمة وبسبب الحركة، فانحصر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدل المالكية على أن الفخذ ليس بعورة من الرجل بسبب هذه الحادثة، وقالوا أن النبي أكرم على الله من أن يظهر عورته، فدل على أن الفخذ ليس بعورة. هذا رأي المالكية، والشافعية ردوا عليهم وقالوا أنه عورة بأدلة أخرى كثيرة، وأن هنا انحسر الإزار عفوا بغير إرادة، يعني لم يحصره النبي بنفسه بل انحسر بغير إرادته، ثم رده مرة أخرى، فهذا لا يستدل منه على أنه ليس بعورة كما ذهب المالكية، والراجح أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والفخذ يدخل فيها. ووافق الشافعية في هذه المسألة الأحناف، وكذا الحنابلة.
وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر. الخاء في خيبر خد منها الخراب صلى الله عليه وسلم. توافقات الحروف مع الأحداث، وده علم كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ الفأل من الأسماء ومن الحروف. احنا كنا لما قرأنا في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو فأخذ من سهيل، قال سهل أمركم من سهيل، وتم الصلح والحمد لله. هنا برضو أخذ من خاء خيبر الخراب، فقال الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرار. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم. أهل خيبر كانوا فلاحين يزرعوا الأرض، فبيخرجوا مع شروق الشمس، ففوجئوا بجيش النبي وهم خارجين إلى إيه؟ إلى أعمالهم. وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس. محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش لأنه يكون من خمس فرق. والخميس الواو هنا واو المعية، واو المعية، والخميس يبقى منصوبة لأنها مفعول معه، محمد ومعه الخميس، مع يعني كده. قال وأصبناها عنوة، يعني بقوة. هو خيبر فتحت نصفها صلحا استسلاما ونصفها بقوة، فكان النصف الذي كان بالصلح كان خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والنصف الآخر النبي أخذ خمسه صلى الله عليه وسلم. يبقى خيبر كانت عدة حصون، نصف حصونها فتحت عنوة يعني بقوة يعني بحرب، والباقي صلحا واستسلاما يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس يعني أشرقت، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم لأدوات الزراعة. أخرجوا مواشيهم للبهائم التي يستعملونها في الزراعة في حرث الأرض وغيرها، وخرجوا بفؤوسهم جمع فأس، والفأس الذي تضرب به الأرض لتحرث قبل الزراعة، ومكاتلهم جمع مكتل وهو القفة، يبقى مكاتلهم قففهم، والمصريين يقولوا عليها قفة بالهمزة كده قفة ليه قفة، وهي كل ما كان له يعني جانبان يحمل منه وتصنع من من بالخوص من الزعف، يعني تصنع من اي شيء، كل ما كان له وذنان هكذا يرفع بها يسمى قفة. دي يبقى مكاتلهم، مكاتل مفرد جمع مكتل، والمكتل هو القفة. ومرورهم جمع مر، والمر هي المساحي، المساحي اللي هي الحاجات اللي هي بيمسح بها الأرض علشان يسويها، آلة بيمسح بها الأرض كده عشان يسويها، يجر كده يقوم يساوي الأرض، تسمى المساحي. يبقى مرورهم، مرور جمع مر بفتح الميم هكذا،
تسميها المساحي، تسميها المجارف، تمشي مجراف، تمشي برضه، وهي من حديد. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان إيه؟ وكان حادي. عامر بن الأكوع كان حاديا، حادي يعني إيه؟ يعني يغني أغاني يمشي بيها الدواب، دواب السفر بتعتدي النغمة، فإذا حدا بسرعة تسرع، وإذا حدا ببطء تتباطأ. فكان عامر بن الأكوع فهم ماشيين وبالليل عايزين يتسلوا، فقالوا له: ما تقول لنا كده حاجه من الحاجات الحلوه بتاعتك. فهم؟ ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم، يحدو يعني يسوق الإبل بصوته وهو يتغنى الشعر، يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ النبي أعجب بلحنه وكلماته، والدنيا ظلام، فسأل النبي قال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. أول ما النبي يقول كده وفي غزوة يبقى ده هيستشهد فيه، علامة حافظين. أول ما النبي يقول يرحمه الله يبقى خلاص هو هيستشهد في الغزوة دي. مجربينها كتير، الصحابة جربوها كتير، فأول ما قال يرحمه الله قالوا: يا رسول الله كنت سبته نستمتع بيه شوية. قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا امتعتنا به. كأن الله كان يجري مرادي على لسان نبيه، وجرب الصحابة هذا في النبي، أن الله يجري مراده على لسان نبيه. لولا امتعتنا به، يعني لو كنت اخرت الدعاء له شويه كان عاش معانا شويه. قال: فاتينا خيبر فحصرناهم حتى اصابتنا مخمصه شديده، يعني جوع شديد. ثم قال: ان الله فتحها عليكم. قال: فلما امسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. لما فتحت بقى خيبر وكان الصحابة جاعوا جوع شديد لأنهم حصروها عدة أيام، فأول ما فتحت خدوا الحمير ودبحوها وحطوها إيه في القدور يأكلوا، فالنبي شاف نيران وبيطبخوا. ايه لحم ايه ده؟ قالوا: لحم حمر الانسيه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. أهرقوها يعني اسكبوها لأن لا يحل إطعامها. واكسروها، اكسروا الآنية عقوبة لكم، عقوبة مالية لتسرعكم. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها بدل ما يكسروا الآنية يعني. فقال: أو ذاك، ما يجراش حاجة، يغسلوا الآنية يعني يطهروها، لأن اللحم الذي لا يحل أكله نجس وبالتالي ينجس الإناء. وأهرقوها يعني أريقوها، تقال بالهاء وبغيرها، أريقوها يعني اسكبوها أو أهرقوها بالهاء وبغيرها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها بدل ما يكسروها يعني. فقال: أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر. عامر اللي هو كان بيحدو ده، اللي النبي قال له يرحمكم الله لما وقفوا بقى عشان يحاربوا، كان سيف عامر فيه قصر، يعني قصير شوية، يعني مش طويل، سيف قصير. فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه، الذباب اللي هو طرف السيف الأسفل الذي يضرب به، الذباب يعني السيف لو طرف بعيد كده، البعيد ده يسموه الأسفل، فاهم؟ والقريب من اليد يسموه الأدنى. فهو بيضرب راجل كده وبيرد دي، فراح جرح نفسه بسيف نفسه، عامر جرح نفسه بسيف نفسه وهو بيرد ايده كده. فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا وهم راجعين، قال سلمة وهو آخذ بيدي، عامر ده عم سلمة بن الأكوع، عمه اللي هو ايه، كان الحادي اللي النبي قال يرحمه الله اللي هو مات بسبب ضربة في فخذه عندما أرجع سيفه في أثناء الحرب بيد نفسه. فلما قفلوا يعني عادوا، قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمل، لأنه كأنه مات بيد نفسه، فخافوا لا يكون يبقى كأنه منتحر يعني، فهم؟ فقالوا الكلام ده، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصار. فقال: كذب، يعني أخطأ، كذب في لغة قريش بمعنى أخطأ، كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعين، إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد، لجاهد مجاهد. والعرب كده ساعات لما يجيب لك كلمة يكررها بوزن آخر تأكيد، يعني زي ما تقول إنه آكل مؤاكل، يعني مفجوع بقى، إنه قائل يقائل، أي حاجة يعني العرب كده يجيب لك الكلمة ويجيب لك زيها على نفس وزنها من باب إيه، إن هو يؤكدها يعني. إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، يعني نال درجة، يعني ما حدش إيه، قليل من العرب اللي وصلوا لدرجته يعني في إيه، ودي شهادة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم له. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد: وألقي سكينة علينا، وألقي بدل وألقين سكينة علينا، قال: وألقي سكينة علينا، في الشعر اللي قاله. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن، ونسبه غير ابن وهب. فقال ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك: أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر: قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عامر بن الأكوع أخو سلمة، احنا كنا قلنا عمه خطأ،
صححنا. لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله إذا لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، يقولون الدعاء له، يعني الصلاة علينا بمعنى الدعاء له، لا يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه، يعني بسلاح نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين، وأشار بإصبعيه. باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. إن الأولى، الأولى يعني الأقارب، يعني لأن قريش أقاربهم، إن الأولى قد أبوا علينا. قال: وربما قال عشان كده لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني قرابة، والذمة العهد، لا يرقبون فيكم قرابة ولا عهدا يعني. فقال: وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة يعني صرفنا عن ديننا أبينا، إن أرادوا فتنة أي يصرفون عن ديننا الحق أبينا، يعني إيه؟ اعترضنا ولم نجاريهم. ويرفع بها صوته. والنبي لا يقول الشعر، ولكن هذا الشعر كان قد قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قاله حكاية، أما النبي فكان لا يقول الشعر من نفسه صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقولوا هذا علشان يتقوى في أثناء الحفر، في أثناء الحفر ونقل الحجارة يتقوى بهذا. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء فذكر مثله، إلا أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. النبي بيغير إيه؟ القافية عشان ما يقولش الشعر يعني. فاغفر للمهاجرين والأنصار، عشان حتى لا يكون، لأن إيه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يقوله، فكان لا يتعمده. أما إذا جاء كده بغير تعمد خلاص. هي أصلا فاغفر للأنصار والمهاجرة، عشان تبقى ماشية كده مع القافية.
لكن النبي غير القافية. فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الرواية دي بقى رواها إيه بالمعنى؟ فقال الشارع على عادته، فهم؟ لأن أحيانا يروى بالمعنى وأحيانا يروي بنفس اللفظ النبوي. فالرواية التي لا تراعي القافية هي أولى أن تكون باللفظ النبوي، أما التي راعت القافية فيبدو أنها بالمعنى، هو أرجعها إلى القافية، الراوي أرجعها إلى قافيته. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني إن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. قال شعبة: وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يبقى مرة فاغفر ومرة أكرم ومرة إيه؟ انصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد، على الجهاد ما بقينا أبدا، مكان الإسلام. شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب غزوة ذي قرد وغيرها. وذي قرد ده موضع على بعد ايه؟ يوم من المدينة كده. ماء هناك اسمه ماء ذي قرد، على بعد يوم من المدينة بسرعة الإبل يعني. كان ايه؟ لقاح النبي يرعى فيها، يشرب ماءها ويرعى فيها في المكان ده. واللقاح النبي اللي هي ايه؟ الإبل حديثة العهد بالولادة، فبتحتاج تشرب كتير عشان ايه؟ بتجيب لبن تحلب. فكان ايه ارسل لقاحه في موضع اسمه ذي قرد قريب من ماء على بعد يوم من المدينة كانت ترعى فيه لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قريب من غطفان، قبيلة من قبائل العرب، ولكن كانت لم تسلم بعد. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة من غطفان هدموا على لقاح النبي وسرقوه، فهم؟ فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا، يعني الحقوني كده، زي ما يقول إيه، عايز يعني ينذر الناس لانه دنيا ليل قبل الاولى، يعني قبل صلاة الفجر. فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فاسمعت ما بين لابتي المدينة، صرخة بقى صوت يعني ايه، ولا بالميكروفون،
فأسمعت ما بين لابتي المدينة، لأن مدينة النبي أيام النبي هي حدود المسجد النبوي الحالي، هي كل المدينة يعني حدود المسجد النبوي الحالي ده كله، ده هي دي مدينة النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المباني اللي خارجها دي خارج المدينة بقى. لكن هو المسجد النبوي الحالي هو ده كله مدينة النبي لما اتسع من جميع الجهات فشمل المدينة كلها. فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم. كان لما يجري على رجليه يسبق الفرس سيدنا سلمة، كان لا يسابق، محدش يعرف يسبق سيدنا سلمة، يعني لو كان عايش الوقت كان ياخد أولمبياد وياخد بقى الميدالية الذهبية وحاجات كده. فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم. اندفعت على وجهي يعني أجري قبل وجهي، يعني رايح لوحده عايز ينقذ لقاح النبي لوحده، هيقابل جيش لوحده يعني مجموعة كبيرة. اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني الرضع اللئام، يعني الرضع اللي هم اللئام، مثال للئام، لان العربي اللئيم كان لما يجي مش عايز يحلب نقته كده يقوم ايه يتسمع صوت اللبن وهو نازل في الاناء، يقوم الضيوف يخشوا يشربوا معاه، يقوم يعمل ايه يروح مصص من الايه من ايه من حلمة الناقة يرضع منها علشان ما حدش يسمع انه بيحلب، يوم ما يجيلوش حد ياكل معاه او يشرب معاه، فده شغل اللئيم يعني. فاليوم يوم الرضع يوم اللئام، فهمت ازاي؟ ده مثل كده عربي يعني، فهمت؟ انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع يعني الانتقام من اللئام يعني. فارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم لوحده، لا يرميهم وهم يجروا ويديهم الصوت ده صوته عالي يترعبوا يفتكروا هو جاي وراه بقى جيش، فيجروا هربوا خافوا. حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة، بقوا كل ما يجروا ويلاقوا هدومهم تقيل عليهم يروحوا رامين هدومهم عشان يجروا اكتر، فكان كل ايه كل البرد يعني كان مثلا حوالي 30، كان هم رموا هدومهم علشان يعرفوا يجروا بخفة يعني. واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس على ما ايه طلع النهار وصلوا الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصراخ وراح عشان ايه ناحية ذي قرد، كان هو ايه خلص المهمة كلها لوحده. فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، انا كمان ايه خدت وقفت بيني وبين المية، يعني هم الوقت عطشانين وانا قاطع عليهم المية وهم الوقت عطاش، فابعث اليهم الساعة وهم مرهقين كده، ابعث ليهم بس تكتفهم وهاتهم على طول لانهم عطشانين وانا حامي عنهم المية بقالهم مدة والشمس طلعت وحرانين وصحرا وجريوا لما يعني خلاص كانوا يموتوا، فدي فرصة بقى ايه نأسرهم كلهم. ده كلام مين؟ سيدنا سلام. فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجح، يعني ادم ملكت وخدت حقنا خلاص احسن اليهم بقى واصفح عنهم، عايز منهم ايه تاني؟ النبي كان رحمة صلى الله عليه وسلم. ملكت فاسجح يعني احسن وارفق. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة، والنبي ايه اركبه الناقة خلفه حتى وصلوا المدينة عشان يريحوا، لانه جري مسافة يوم على رجليه وخلص المسألة وكل، فكان طبعا ارهق ارهاق شديد. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه، قال اخبرنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني اياس بن سلمة قال حدثني ابي
قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. ده بيشرح بيحكي قصة الحديبية وهم ايه رايحين قبل الصلح، يعني المكان اللي هو تم فيه الصلح يعني. وكانوا 14 ومئة يعني كانوا 1400 ايه انسان، ادي معنى 14 ومئة ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها، يعني حوالين الحديبية دي بئر ماء اسمها الحديبية حواليها 50 شاة، كمية المية اللي فيها ما ترويش الـ50 شاة، كمية ماء قليلة. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية حول البئر، جبل ركية يعني حول البئر، قعد النبي حول البئر. فإما دعا وإما بسق، بسق وبصق بالسين والصاد لغتان بمعنى أنه التفل فيها بعد ريقه صلى الله عليه وسلم. وإما بسق فيها قال فجاشت، فأول ما اختلطت بريق النبي كثر الماء وفارت. فسقينا واستقينا، قال ثم استقينا يعني ايه؟ يعني شلنا مية معانا كمان، شربنا وشلنا كمان ماء معانا في الايه وملأنا أوعيتنا يعني. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، لما كان أرسل سيدنا عثمان علشان يدي خبر لقريش إن هم جايين يريدوا العمرة ولا يريدوا قتال، وأرسل لهم سيدنا عثمان، فجالوا خبر للنبي إنهم قتلوا عثمان، وهم لم يقتلوا عثمان بس جاء خبر كده إشاعة إن عثمان قتل، يبقى معناه إن هو يعني لابد هيحاربوا بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم تحت الشجرة كويس، وإن كان في البيع النبي كان يعلم أن عثمان لم يقتل، وعلشان كده وضع يده اليسرى وقال هدية عن عثمان. يبقى سيدنا عثمان لم يحضر البيعة لأنه كان مشغولا في إيه؟ في استئذان قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يدخلوا بلا قتال يعملوا العمرة كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تمت البيعة وضع يده اليسرى مكان يد عثمان وقال هذه يد عثمان، وهذا شرف ما بعده شرف. فيعتبر سيدنا عثمان من أصحاب البيعة، نابى عنه النبي بالوكالة ونعم النائب. دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته أول الناس. ده مين؟ ده اللي هو سلمة بن الأكوع، كان من أول من بايع النبي. فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. الرسول بيقول لسلمة بايع. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح، احنا نسميها دلوقتي نقول اعزل، اعزل يعني لا سلاح معه. ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عزلا عزلا ايه يعني لا سلاح عندي. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة او درقة، ترس من جلدك عشان يحمي نفسه بها من الضربات. ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال كنت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا، ودي كرامة برضو لسيدنا سلمة كبيرة يعني. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك اللي هي الترس اللي من الجلد ده التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عازلا، يبقى عامر ده عمه على اسم أخوه، يبقى سلم لك وله عم اسمه عامر على اسم أخيه، فهمت؟ اللي هو مات في إيه؟ في خيبر. فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني كأنك أنت يعني إيه أبديت عمك على نفسك، أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي.
فأعطيته إيه وأثرته على نفسك. ثم إن المشركين راسلونا الصلح، بدأوا بقى المشركين يبعثوا واحد وراء الثاني يتناقشوا مع النبي حتى انتهوا بسهيل بن عمرو وتم الصلح. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، يعني كنت خادم لطلحة ابن عبيد الله، اخدمه يعني اخد الفرس بتاعه اشربه اكله افليه ارسله اعمله كده، واخد بالك؟ ده سيدنا سلمة يعني. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله اسقي فرسه واحسه يعني احك على ظهره كده علشان يشيل اي غبار يجي على ظهر الفرس اللي هي خدمة الفرس، واخدمه، وساعات احسه يعني ايه في حاجة اسمها المحسة، محسة كده آلة ايه زي المشط كده بس ايه يعملوها على ظهر الفرس اللي بيربوا فيه الفرس، حاجة اسمها المحسة زي ايه زي المشط كده بس ايه لظهر الفرس، يبقى احسه بالمحسة يعني احك ظهره بالمحسة، واخدمه واكل من طعامه، كان مقابل كده ايه الخدمة دي ان كان يأكلني معه. وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله، يعني كان فقير ليس له مال ولا اهل، وعلشان كده كان بيخدم مقابل ايه طعامه وشرابه. قال: فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض اتيت شجرة فكسحت شوكها، يعني كسحته يشال الشوك عشان ينظف مكان يعرف ينام فيه، فاضطجعت في اصلها. قال: فاتاني اربعة من المشركين من اهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نايم ودول اربعة مشركين قاعدين كده جنبي بيذكروا النبي بسوء ونايم سمعهم. فاتاني اربعة من المشركين من اهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فابغضتهم فتحولت الى شجرة اخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك اذ نادى مناد من اسفل الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال: فاخترت سيفي ثم شددت على اولئك الاربعة وهم رقود فاخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، مجموع في ايدي يعني ضغثا في يدي، حزم السلاح بتاعه كله في ايد واحد. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم رأسه الا ضربت الذي فيه عيناه، بقى بيهددهم هم نايمين، مسك سلاحهم كانوا معلقينه على الشجرة، وبعدين ايه قال لهم اي واحد هيتحرك هقتله كويس، ضربت الذي فيه عيناه يعني رأسه، ضربت الذي فيه عيناه يعني يعني رأسه، ضربت رأسه. قال: ثم جئت بهم اسوقهم الى رسول الله، اثرهم بقى سلسلهم ودوداهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، وبرضه عمه اثر واحد تاني وجابه جره على النبي صلى الله عليه وسلم من العبلات، يعني من مكان من قبيله تسمى العبلات، على فرس مجفف في 70 من المشركين. المجفف ده ثوب يلبسه الفرس يقيه الاذى، يعني تلاقي الفرس كده يغطوه بايه بحاجه كده علشان وهو ماشي الفرس في الصحراء يقي جسمه من الغبار وكده، ده اسمه المجفف، يبقى ايه ثوب يلبسه الفرس يقيه الاذى اسمه مجفف، على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني اوله واخره يعني، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانزل الله: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم. قال: ثم خرجنا راجعين الى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، جبل نسل منزل يعني استراحة، بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون،
فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني النبي إيه قال من يغفر له ويصعد هذا الجبل عشان يحمينا، يعني ينظر يبقى شايف الوادي عشان ما يجوش يهجم عليهم حد على غرة. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فرس طلحة اللي هو بيخدمه، أنديه يعني إيه يشربه قليل من الماء يعني، مع الظهر مع بقية إيه مع بقية الظهر مع بقية الركايب يعني. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ايه؟ على الدواب اللي هي التي يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة بالنبي يعني. فاستاقه اجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فابلغه طلحة بن عبيد الله واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركين قد اغاروا على صرحه، اللي هي ايه ظهر النبي اللي بيسرح في المرعى بعيد عن المدينة. كويس. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، صوته عالي وصل للمدينة، يا صباحا يعني الحقوني. ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. تاني حيرعبهم تاني زي ما عمل في إيه في غزوة ذي قرن. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رجله حتى خلص نصل السهم الى كتف. قال قلت خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت ارميهم واعقر بهم، فاذا رجع الي فارس اتيت شجره فجلست في اصلها ثم رميته. يعني كل ايه ما يرمي وراه وبعدين هم يبصوا عليه يجروا عايزين يهجموا عليه، يروح داخل في اصل شجره يستخبى جوه الشجره لحد ما يقربوا يروح رميهم. فعقرت به، عقرت يعني ضربت في قدمه، العقر اللي هو ايه انه يضربه في قدمه يقوم لا يستطيع الجري او المشي، حتى اذا تضايق الجبل لحد ما وصلوا المكان ضيق، ممر بين جبلين ضيق، تضايق الجبل يعني الممر اللي احنا فيه ممر ضيق، فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلته ردين بالحجارة، بقى هو فوق وهم ماشيين في الممر الضيق وهو يرمي عليهم الحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. خد بعير النبي كله رجعه إيه مكانه، وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا. يبدو ان هو بيحكي ان غزوه ذي قرن دي كانوا هم راجعين بعد صلح الحديبيه. فهمت بقى؟ عرفنا القصه دي ان غزوه ذي قرن اللي فاتت كانوا هم بعد ما رجعوا من صلح الحديبيه. فهمت؟ حتى القوا اكثر من 30 برده و30 رمحا يستخفون، يعني ايه كل شويه يرموا الحاجات اللي في ايديهم والحاجات اللي في عشان يعرفوا يجروا اكتر. يستخفون عشان يبقوا اخف في الجري. ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من الحجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكل ما يرموا برده يحط عليها حته صخره عشان ما تطرش، يثبتها بمكانها لحد ما يجي الرسول الصحابه ياخدوها. كويس. حتى اتوا متضايقا من ثنيه فاذا هم قد اتاهم فلان بن بدر الفزاري. قبلوا بقى واحد ايه قريبهم جاي في مضيق اخر جاي عشان ايه يساعدهم، يعني جايب لهم اكل بقى. فجلسوا يتضحون يعني ياكلون وقت الضحى، يبقى يتضحون يعني بياكلوا وقت الضحى. فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على راس قرن
قرن جبل صغير يعني جبل قصير كده على رأس قرن يعني على رأس جبل قصير. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح من هذا البرحة والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. يعني بيحكوا البعض يعني بيفضفضوا بقى قول احنا يعني شفنا منه الويل الجبل لحد ما خد كل في ايدينا. قالوا لقينا من هذا البرحة البرحة يعني الفزع والتعب الشديد والله ما فارقنا منذ غلس يعني منذ ظلمة اخر الليل لحد ما طلع النهار حتى انتزع كل شيء في ايدينا. قال فليقم اليه نفر منكم اربعة. قال فصعد الي منهم اربعة في الجبل. قال فلما امكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن انت؟ قال قلت انا سلمة بن الاكوع. هو كل شوية يسمعوا ايه خذوا انا ابن الاكوع فاول مرة يقابلوه مواجهة هم كل الحكاية طول الليل قاعدين يسمعوا صوته ويتضربوا يسمعوا صوته اول مرة بقى يواجهوه. قال قلت انا سلمة ابن الاكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا اطلب رجلا منكم الا ادركته. يعني لو حجري ورا واحد فيكم لازم هلحق واي واحد فيكم يجري ورايا مش هلحق. لا اطلب رجلا منكم لا اطلب رجلا منكم الا ادركته يعني لحقته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال احدهم انا اظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. كان بقى نصره النبي ابتدت تيجي زيزر بقى. قال فاذا اولهم الاخرم الاسدي على اثره ابو قتاده الانصاري وعلى اثره المقداد بن الاسود الكندي. قال فاخذت بعنان الاخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه احذرهم لحسن يجروا عشان انت تجري وراهم لحد ما تبقى في حته مقطوعه لوحدك يوم يرجعوا يقتلوك. فاهم؟ لانه كانوا ساعات يعملوا الايه؟ الحركه دي. يخلوا فارس يجري وراهم عشان يبعد خالص عن ايه؟ عن من ينصروه. وبعدين يلتفوا حوله يقتلوه. فبيقول للاخرم كده اوعى يعملوا فيك المقلب ده. قلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يعني يقتطعوك يعني ياخذوك في مكان بعيد عن نصرة من معك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال يا سلمة ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتهم أعد على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. لا فضل يجري يشوف من قبل الفجر لحد غروب الشمس وهو في ايه؟ في المعركه دي. حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا الي اعدوا وراءهم فحليتهم يعني صدتهم يعني عنه يعني صدهم عن الماء يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. النغض الكتف اللي هو العظم الرقيق اللي في الكتف ده النغض الكتف. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قالوا نعم. هو بيقول إيه
يعني يا تكرتهم يا رب تفقدهم. وهو ده بتاع امبارح، هو ده القلب بتاع يعني وراهم وراه. قال يا ثكلته امه، يعني ان شاء الله ايه تفقد امه، يدي عليا يعني. اكوعه بكرة؟ قال قلت نعم يا عدو نفسي، اكوعك بكرة. هو سمعهم ويرد عليهم. واردوا فرسين على ثنية، قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولحقني عامر بسطيحة، اناء من جلد يعني، بسطيحة فيها مذقة من لبن، يدوب اول حاجة ايه يشربها من قبل الفجر، وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليتهم عنه، يعني صبتهم عنه او اجليتهم عنه، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ تلك الابل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، واذا بلال نحر ناقة من الابل الذي استنقذت من القوم، واذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فانتخب من القوم 100 رجل فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته. قال فضحك رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك، يعني وانت لسه في حيل. النبي ضحك يعني وهتقدر تعمل ده، ادي لك 100 وتروح تعمل تاني وانت من امبارح قاعد بتحارب على رجليك وما قلتش حاجة، تقدر تعمل ده كله؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن لا يقرون، لا يقرون في أرض غطفان. قال له دلوقتي وصلوا بيتهم خلاص وفي أرضهم وقاعدين كمان بيقدموا لهم الأكل خلاص، هتلحق إيه بقى؟ وغطفان دي قبيلة كبيرة، 100 دي ما يعملوش حاجة هناك. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاردين. فلما أصبحنا قال رسول صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، اللي هم على أرجلهم يعني. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. كان هو إيه راجل يعني بيحارب على رجليه، والنبي يديله سهم الفارس اللي راكب كأن رجليه دي فرس، لأنه كان يسبق الفرس وهو على قدمين. فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول صلى الله عليه وسلم ورآه على العباء راجعين إلى المدينة، والنبي قال له ريح بقى واركب ورايا، كفاية عليك كده ماشي على رجليك، اركب ورا، فركبه ورا. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ واحد ايه من الانصار برضه سريع الجري، قاعد بيقول مين يسابقني؟ مين يسابقني المدينه جد؟ وسلمه راكب خلف النبي عايز ينزل يسابق. فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بابي وامي ذرني فلاسابق الرجل. قال إن شئت. الرسول فعله لو قادر ينزل. قال قلت اذهب. قال اذهب إليك، أذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، طرت يعني فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، تأخرت يعني. هو كان يختصر الطرق إزاي؟ اصل الطرق اللي بين الجبال ساعات تبقى طريق طويل تلف حوالين الجبل، هو يروح طالع الجبل ونازل يخلص الحته، فهمت ازاي؟ فكان يختصر يسبق بالطريقه دي، مش يمشي بالطريق المعتاد، لا يسبق الجبال، يسبق الجبال والتاني لسه بيلف بقى حواليه كده، يكون هو وصل المدينه والتاني لسه بيلف، فاهم؟ قال فربطت عليه شرفا او شرفين، يعني سبقته ايه بجبل ولا جبلين وقعدت بقى
التقط نفسي يعني، فهمت بقى؟ استبقي نفسي ثم عدوت في اثره فربطت عليه شرفا او شرفين ويريح، شرفا او يريح. ثم اني رفعت حتى الحقه، قال فاصكه بين كتفيه، قال قلت قد سبقت والله. جاب ايه صده كده على بين كده فيه، قال له خلاص سبقتك اهو، يعني هو بيمر عليه. قال قلت قد سبقت والله، قال انا اظن، قال فسبقته الى المدينه، قال فوالله ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. شفت الروايه دي بتبين لك التواريخ ماشيه ازاي، فهمت بقى ازاي؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، كان خيبر دي كانت بعد صلح الحديبيه، مش كده برضه؟ لان صلح الحديبيه وفي الطريق ذي قرد، مش كده برضه؟ وبعد كده قعدوا لما وصلوا المدينة 3 أيام راحوا على خيبر. لأن خد بالك المسألة مشيت إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل صلح الحديبية كان عنده مشكلتين في المدينة، إن الجهة الشمالية فيها يهود خيبر والجهة الجنوبية فيها مشركي قريش، والمدينة محمية من الغرب والشرق بالجبلين، فمش هيجي له عدو إلا من الشمال ومن الجنوب، فهمت إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضامن بصلح الحديبية ان محدش هيجي له من الجنوب من جهة مكة، خلاص مفيش حرب. باقي عنده مشكلة وهي جهة خيبر، هي اللي ايه اللي احنا مكشوفين من ناحيتها، ممكن اليهود يجي يهجموا من الشمال، فالنبي اجلى خيبر علشان تبقى المدينة امان، لا هو خايف من الجنوب ولا خايف من الشمال، فهمت بقى الفكرة؟ بيسموها دلوقتي في الحربية يقول لك الكماشة، يعني كانت المدينة بين كماشة يهود وقريش، يكمشوا كده يجتاحوا المدينه. فالنبي ضمن ان جهه مكه بصلح الحديبيه خلاص، يبقى فك الكماشه، ناقص الايه؟ الفك الاخر من الكماشه، خيبر، راح لخيبر. في الطريق كان غزوه ذي قرد، وجري سلمه بن الاكوع بقى والشغلان اللي قالها ابن الاكوع، خدت بالك؟ قال فوالله ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الاقدام ان لاقينا، وانزلا سكينه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال انا عامر. قال غفر الله لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان يخصه الا استشهد، لأن الشهادة دي بشهادة النبي أعلى درجة، مفيش بعد كده. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له، يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول، مرحب ده كان فارس كبير من إيه؟ من يهود خيبر، فارس كبير. يخطر بسيفه يعني يلعب بسيفه كده ويقول من من مبارز، واخد بالك؟ ويقول قد علمت خيبر اني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر اني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر، بيرد عليه. قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، يعني ايه؟ سيف مرحب غرس في ايه؟ في الترس بتاع عامر، الترس بتاع عامر اللي هو الايه؟ الدرقه، فهمت ازاي؟ الدرقه اللي هو جلد، فدخل السيف في الجلد فاتغرس فيها، فبقى مرحب مالوش فرس مالوش سلاح، فنزل اسفل جهه رجله، جهه رجل مرحب عامر علشان يضربه لانه سيفه كان قصير، فهم؟ وذهب عامر يسفل له، يعني يضربه من اسفل يعني. فرجع سيفه على نفسه فقطع اكحله، عرق في اليد يفصل هنا، عرق في اليد، فكانت فيها نفسه، يعني سبب انه قتل. قال سلمة فخرجت فاذا نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟
قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، لأن حصروا خيبر عدة أسابيع حتى طال الوقت، والرسول قال لهم إيه؟ غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله. فهمت إزاي؟ فدوروا على مين؟ لقوا إيه؟ ما لقوش سيدنا علي. فالرسول قال أين علي؟ كان سيدنا علي عينيه ورمى وأرمد لدرجة إنه مش شايف. خدوه بسؤول النبي كده، واخدينه من إيده ومغمض، واخد بالك؟ بسبب الرمد. فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب. فقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة يعني إيه؟ أسد. كانت سمت أم سيدنا علي لما اتولد سيدنا علي أمه فاطمة بنت أسد، سمت ابنها حيدرة على اسم أبيها. فهمت؟ ما هي فاطمة بنت أسد. فلما جاء أبي طالب وقيل النبي اختلف، قال هو علي فسموه علي، لكن اسمه الأولاني أول حاجة حيدرة يعني أسد. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليس غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة مكيال واسع، يعني أفنيهم بمكيال واسع، يعني أجيب لهم مصيبة كبيرة يعني. قال فضرب رأس مرحب فقتله. يبقى كأن اللي كمل على مرحب مين؟ سيدنا علي. يبقى عامر إيه؟ أجهزه بس يعني أتعبه وأرهقه عامر، ثم قتل نفسه بسلاح نفسه. ثم خرج بعد ذلك اللي أجهز على مرحب كان سيدنا علي بن أبي طالب. فهمت؟ قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله، وعنه به قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا نضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. ونقف عند هذا الحد، الحديث كان طويل بس الحمد لله انهينا يعني، والله ينفعنا بصحابة نبيه وذكرهم وسيرتهم، ويحققنا بحقائقهم، ويختم لنا بالصالحات أعمالنا كما ختم لهم، ويثبتنا على ما ثبتهم عليه من الإيمان والإسلام والإحسان، ويشفع فينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.